السلام عليكم. النهاردة هنبدأ نتكلم عن مرض الرأس المنخسفة. هو ده من أصعب الأمراض اللي بتاعت عيوب الجمجمة، لأن العيب اللي فيه معقد جدا وإصلاحه بيبقى معقد جدا. تمام، احنا دلوقتي هنشوف مع بعض موضوع الرأس المنخسفة. يبقى احنا شايفين قصادنا مقطع عرضي للرأس من فوق، وهنا منطقة الأنف بتاعت الطفل، بعدين دي مفروض الجبهة، مفروض هنا الودن اليمين وهنا الودن الشمال. مفروض الجبهة تبقى ماشية بالعرض زينا كلنا، لكن انت هتلاحظ ان الجبهة بقت في الناحية، لو قسمناها نصين مرورا بمنطقة الأنف هتلاقي النص اليمين، النص الشمال طلع لقدام خالص، والنص اليمين رجع ورا خالص. يبقى ده رجع ورا وده طلع قدام. في حاجة مهمة هتلاحظها برضو، ان المنطقة بتاعت اللي هي خلف الجبهة، اللي هي المنطقة دي لازم تبقى مستقيمة أو داخلة لجوه شوية. في الأطفال دول لأن العظم ده بيزق على المخ، فالعظمة دي بتبرز للخارج كده اهو. يبقى هنا كمان حصل بروز في الرأس. يبقى احنا ساعتها هتلاقي العين في الناحية الشمال تقريبا بتبقى في المنطقة دي، والعظم طالع فوقيها ومخبيها، بينما العين في الناحية اليمين أصبحت مكشوفة وظهر، وده بيعمل بعض الحول في الأطفال، وكمان بيعوج لهم منطقة المناخير. يبقى ده في خلاصة العيوب المختلفة لحالة الرأس المنخسفة. يبقى اسمها ايه؟ الرأس المنخسفة. دي حالة من الحالات، عندها 4 شهور، بنوتة جميلة عندها الرأس المنخسفة. زي ما انتم شايفين العين اليمين راجعة لورا، والجبهة على الشمال طالعة لقدام. طبعا بيبقى الشكل طبعا واضح وملفت، وفي الأشعة زي ما انت هتشوف هتلاقي الناحية اليمين طالعة لقدام بالسهم الأحمر، والناحية الشمال راجعة لورا. البنت دي راحت لكذا حد من الدكاترة والزملاء وحتى جراحين الأعصاب، وكله قال لهم سيبها وكده وبتاع. لكن زي ما انتم شايفين هو اولا عمل شكل في الجبهة اللي اهم حته، وعوج المناخير كمان. هي الحمد لله تمت الجراحه، ودي الصور اللي هي على اليمين بالليبرو الازرق، دي اللي بعد الجراحه. فهنشوف ازاي ان القرى رجعت طبيعيه تماما، ودي صور بعد الجراحه بحوالي اسبوع واحد بس، وتم اصلاح كل العيوب الموجوده. يبقى اللي عايزين نقوله ان المرض ده الجراحة فيه ضرورية، لأنه بيعمل تشوه في أهم حتة في وش في الإنسان اللي هو وجه الإنسان، وده بيسبب له مشاكل نفسية، غير إنه بيوجع المناخير. يبقى اللي هيقول لك إن ده مش مهم ويسيبه يتصلح، الكلام ده غير دقيق. وزي ما أنتم شايفين الجراحة سهلة ونتائجها كويسة. شكرا.